اتفضل يا دكتور. يمكن كابتن حسام حسن دي صعوبه المواجهه في النقطه دي، ان هو دايما قدام المدربين الاجانب في النادي الاهلي بيعمل نتائج كويسه جدا. يمكن هو فاز، لو عرضنا الارقام هنلاقي ان هو فاز من 10 مباريات 5 مباريات، خمس يعني 50%. الحاجه الثانيه رقم كبير جدا، رقم كبير جداً يعني. وقدام النادي الاهلي طبعا. الحاجه كمان الملحوظه المهمه قوي ان النادي الاهلي خرج بشباك نظيفه من العشر مباريات 3 مباريات بس. يعني دايما بيسجل قدام النادي الاهلي، بيلعب كره هجوميه ما بيخافش. ده طبع كابتن حسام. لعيبه النادي الاهلي جابوا 12 هدف، لعيبه كابتن حسام احرزوا 17 هدف. النادي الاهلي فاز 3 مباريات وتعادلوا مباراتين امام الفرق اللي كان بيلعب فيها او ماسك فيها مدربين اجانب، اللي هو الاجانب حسام حسن قدام المدرب الاجنبي للنادي الاهلي. ده اللي احنا هنعرضه في المقارنه اللي بعدها. تمام. بالتفصيل بقى مين المدربين الاجانب اللي لعبوا حسام حسن. يلا اتفضل. هنبص نلاقي هو لعب مانويل جوزيه 4 مباريات، حسام حسن كسب مباراتين وخسر مباراه وتعادلوا في مباراه. قدام جريدو لعبوا مباراتين، حسام حسن كسب مباراه وتعادلوا في مباراه. قدام مارتن يول لعبوا مباراه حسام حسن كسب فيها. كارتيرون لعب مباراه، كارتيرون هو اللي كسب حسام حسن. لاسارتي لعب مباراتين، مباراه كسب حسام حسن فيها ومباراه كسب فيها لاسارتي اللي هي كانت بالهدف الاخير قدام جيرالدو، هي المباراه الاخيره. فاذا ارقامه ونتائجه قدام المدربين الاجانب بيحاول دايما يقول ان انا الافضل. كابتن حسام حسن دايما يحاول كده، عنده الحته دي، جريء ما بيخافش. النادي الاهلي خرج بشباكه نظيفه 3 مباريات بس من 10، ده بياكد لك ان هو بيلعب كره هجوميه قدام النادي الاهلي وبيلعب دايما ضغط عالي. بياكد صعوبه هذه المباراه، وبياكد طبعا صعوبه المباراه، بياكد ان زي ما قلنا في البدايه ان ريني فايلر عنده 3 مباريات في البدايه صعبين جدا، وكمان بعد كده رايح لكابتن مختار مختار مع الانتاج الحربي. ولكن ده قدر الكبار، يعني المدرب الكبير دايما هو اللي بيتولد من رحم المعاناه. لحقتني انت على طول، انا كنت هقول لك ما هو ده الطبيعي ان احنا لازم. ده قدر النادي الاهلي يعني. نعم طبعا، ده يمكن دي المقارنه ما بين حسام الكابتن حسام حسن وما بين مستر ريني. عايزين بقى برضو نتكلم